أكد رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي أن الظروف المعاصرة التي تجتاح العالم بأسره توجب على الدول الأفريقية تبادل الرؤى الدستورية والأفكار القانونية لما يعرض من مسائل تحتاج لقرارات عاجلة. جاء ذلك خلال كلماته أمام اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية بحضور رئيس الوزراء، حيث أوضح المستشار بولس فهمي أن الاجتماع اتخذ قضية تنمية الشعوب الأفريقية عنوانا له. الظروف المعاصرة التي تجتاح العالم بأسره وإفريقيا في القلب منه توجب علينا تبادل الرؤى الدستورية وتداول الأفكار القانونية فيما يعرض من مسائل لا تحتمل إلا إنجازا آنيا. ولذا فقد تراءى للجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا المصرية إنشاء ملتقى بحثي بمسمى المركز الإفريقي للبحوث الدستورية والقانونية، يشرفني أن أعرض أهدافه التفصيلية وأدوات تنفيذه ووسائل إدارته في إحدى جلسات عمل الاجتماع، متوخياً من ذلك أن يكون إنشاء هذا الملتقى البحثي تطبيقاً عملياً للرؤى التي يفرزها اجتماعنا في دورته السادسة.